باللي احنا قلناه امبارح في مباراه الاهلي والبنك الاهلي، والحاله اللي شرحتها طبقا لبروتوكول تقنيه الفار من الايفاب، واستعرضنا مستند مهم جدا بيتكلم على فكره الهجمه اللي بيبداها الفريق المنافس لما بيبدا ياخد الكوره ويستخلصها من الفريق اللي جت في ايده لمسه يد، او فريق بيطالب مثلا ان الهدف بتاعه هدف سليم. هل تنطبق عليها تقنيه الفار ولا دي لعبه جديده ولا لسه اللعب مستمر؟ القصه اللي شرحتها امبارح وقلت لكم هدف الاهلي في البنك الاهلي هدف سليم بنسبه 100%. النهارده وانا على الهواء بعلن لحضراتكم، والكلام ده معايا بمستندات معايا على التليفون، الخبير المصنف الاول على مستوى العالم في تقنيه الفار، ومش هتكلم على الاسم دلوقتي الى حين لما يكون باذن الله معانا في سكايب او زوم قريب جدا، بيعلن من خلال شاشه قناه الاهلي ان تقنيه الفيديو للاسف تدخلت بشكل خاطئ وخلفت بروتوكول الفار، وان هدف الاهلي سليم بنسبه 100%. والله العظيم انا بقول لكم معلومه مؤكده بمستنداتها معايا. المسؤول والخبير المصنف على مستوى العالم في الفار وفي الفيفا والكل بيستعين بيه اكد ان صحه هدف الاهلي في مرمى البنك الاهلي، وان تقنيه الفار للاسف تدخلت بشكل خاطئ. واتقال ليه؟ قال ان مراجعه اللعبه ومراجعه القانون في اللعبه دي كان غلط، لان الهدف صحيح. مدافع البنك الاهلي كان لديه الوقت الكافي، مدافع البنك الاهلي كان لديه الوقت الكافي لتشتيت الكوره، لذا تعد لعبه جديده لانه قطع مسافه، بص الدقه، قطع مسافه من 2 ل 3 متر. انا بقول لكم معلومه رسميه، لما الاتحاد المصري كده او اي اتحاد على مستوى العالم بيحب يسال خبراء بيروح يتعامل مع الناس المعتمده. انا بقول لكم واحد من اهم المسؤولين والخبراء على مستوى العالم في تقنيه الفار اكد ان هدف الاهلي في البنك الاهلي هدف سليم، وان اللي حصل من تقنيه الفار مخالفه صارخه لتطبيق البروتوكول. تخيلوا بقى ناس قاعده في تقنيه الفار مش فاهمه حاجه، ناس بتصفر شبه مبطله من سنتين ثلاثه، ما تعرفش بتحكم بناء على ايه، عشان في الاخر الاهلي يخسر بفعل فاعل. حتى لو احنا وحشين بس اديني حقي، يعني انا وحش هحاول قدر الامكان اكسب، لكن انت كمان زي وحش ومش فاهم في القانون، لا صعبه. ممكن اقبل منك ضرب الجزاء او لا، ممكن اقبل منك تسلل في سنتيمترات صح ولا غلط، لكن خطا في تطبيق البروتوكول او خطا في تطبيق القانون ده كارثه. وانا مستني اللجنه تاني للمره التانيه بعد ماتش الاتحاد، قلت وللاسف محدش طلع رد وضربه غطس رغم ان الهدف او ضربه الجزاء اللي طالبها الاتحاد ما كانتش ضربه جزاء، بدليل ان وائل فرحان اتعين في الاسبوع التالي، لو غلط ما كانش هيتعين، لكن اللي غلطه النهارده اكيد هيتوقفوا سواء الحنفي او محمد علاء هاشم. لكن اللجنه لازم تطلع تشرح للناس، بلاش كسوف يا جماعه، انتوا بتلعبوا رياضه وكوره ولازم الناس تبقى عارفه الصح من الغلط، دوركم انتوا تشرحوا للناس ايه الحقيقه، حتى لو انتوا غلطانين وهتعتذروا بس يبقى فيه شفافيه، ده مهم جدا عشان فيما بعد، لان اللي بيحصل في المشهد كله بصراحه بيقودنا كلنا خلاص لقصه الخبير الاجنبي، وانا قلت امبارح وشرحت القصه دي مع كذا واحد ماسك اللجنه، وكان عندنا امل ان الكابتن ياسر في الاسبوعين دول يدينا مشهد مختلف عن اللي حصل الفتره اللي فاتت، لكن للاسف زيد طلع زي عبيد. وبالمناسبه في معسكر فار للمحليين يوم الخميس اللي جاي، اللي تعينوا على تقنيه الفار هيجروا بدني، عشان اللي يقول لك الفار بالتخصص، اللي يقعد على تقنيه الفار مش شرط يصفر، هيعمل لهم اختبار بدني، الاتحاد الافريقي هيعمل اختبار بدني، عشان اللي يسقط في الاختبار البدني هيستبعد من تقنيه الفار، لان المعيار الاساسي صفر في الملعب وانجح في الاختبار البدني وتبقى موجود في تقنيه الفار، لكن تسقط بدني وتتحط في تقنيه فار ده مش موجود على مستوى العالم. يوم الخميس هنشوف وهنجيب لكم النتائج مين نجح ومين رسب، عشان ده المفروض يتطبق بعد كده في الدوري المصري. عموما دي كانت نقطة مهمة جدا وخبر بنقول لحضراتكم بخصوص هدف الأهلي في مرمى البنك الأهلي. فاصل، وبعد الفاصل زميلنا العزيز أحمد قيشو صانع محتوى مهم جدا على السوشيال ميديا، هنتكلم النهاردة معاه في عدة كواليس وتفاصيل وأسرار مهمة جدا على علاقة السوشيال ميديا مع الميديا وتأثير بعض الصفحات الإلكترونية على الفرق المنافسة ووضع الأهلي خلال الفترة اللي جاية.